مباراة الترجي رياضي التونسي وفريق الشباب بلوزداد في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا. لكي تشاهد معنا هذه المباراة مع عليك فضل الطلب يسرنا لكم الشراب الغنيات وشكرا لكم مسبقا. ملعب الذي سوف يستضيف هذه المباراة ملعب استاد الأولمبي الحمادي العقربي براديس. توقيت المباراة سوف يكون في 8:10 ليلا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 11 بتوقيت القاهرة، والساعة 12 بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة المباراة، قناة بي إن سبورت 4 الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعم بهذا كل الشراب القنيات وتفعيل خاصة الرسالة على الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضربكم موعد في موعد قادم.